السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فيجو جيمنج. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير، ويا رب كل اللي بيتابعنا يكون بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هيبقى تجربة للعبة ديد باي داي لايت على تليفون ريد ماجيك 6 اس برو. حد من المتابعين كان طلبه مني، وبما اني زي ما قلت بحاول اعمل الفيديوهات اللي بتطلبوها، ففيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن اللعبة دي. لعبة طبعا انا ما لعبتهاش قبل كده، وتقريبا دي كانت اول مرة اجربها. بس الفكرة زي ما صاحبنا طلب ان احنا عايزين نشوف الجرافيك بتاع اللعبة والفريمات وكده، وبتشتغل يعني على كام فريم، والجرافيك بتاعها على الجهاز عامل ازاي. فهنشوف مع بعض في الفيديو ده الجهاز عامل ايه، واللعبة نفسها شغالة على جرافيك ايه وفريمات ايه. فزي ما احنا شايفين دلوقتي اللعبة انا مشغلها على 60 فريم، والجرافيكس بتاعتها هاي اللي هي اعلى حاجة. وان شاء الله الفيديو ده كله من تصوير التليفون فقط، ما فيهوش اصلا اي لعب في المونتاج ولا في الالوان ولا في اي حاجة. فالجرافيك ده بتاع اللعبة بيور عشان الناس برضو تبقى عارفة وشايفة الجرافيك نفسه بتاع اللعبة عامل ازاي والاداء بتاعها عامل ازاي. انا زي ما قلت ما لعبتش اللعبة قبل كده، بس يعني للناس اللي مش عارفاها واللي هم كانوا زي كده، اللعبة عبارة عن فريقين، اللي هو الفريق يعني القاتل او اللي هو الكاتشر، والسورفايفرز اللي هم الناس اللي انت بتلاحقهم. فانت ممكن تختار ان انت قبل ما تبدأ الجيم يعني تبقى ده او ده على حسب اللي انت حابب تلعبه. والفكرة ان انت لما بتكون القاتل زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا، بتحاول تمسك الناس اللي في الماب، ولما بتكون اللي هو السورفايفر يعني او الشخصية التانية اللي هي بتحاول تهرب، بتحاول تصلح زي مولدات كده في الماب، وبتظبطها كلها يعني بحيث ان انت تفتح بوابة وتقدر تهرب من خلال البوابة دي. والقاتل دوت او الكاتشر دوت بيحاول يلم الشخصيات دي ويجمعها ويلحق قبل يعني الناس دي كلها او الشخصيات دي قبل ما تهرب. وهما تقريبا بيبقوا 3 او 4 لاعبين يعني في الماب. اللعبة بصراحة لذيذة يعني، فكرتها عجبتني، مش وحشة خالص، والجرافيك بتاعها برضو مش وحش، حلو جدا بالنسبة يعني ان هو على موبايل. فبصراحة اللعبة عجبتني، وكانت برضو اداءها حلو قوي على التليفون، بالرغم ان انا كنت بلعبها على اعلى جرافيك طبعا وفريمات، ومع ذلك ما كانش فيه سخونة في التليفون، السخونة كانت قليلة جدا. فالتليفون بيشغل اللعبة كويس، وهتلاقوها كويسة جدا على الجهاز. التجربة كانت لذيذة بصراحة، عجبتني، واللعبة نفسها كانت ممتعة برضو. فكرة ان انت تتشيس حد او تجري ورا حد تحاول تمسكه، او تحاول برضو تهرب من حد، الموضوع كان فكرته حلوة وعجبتني. فبكده نكون وصلنا لنهاية كلام النهاردة، ويعتبر بقية الفيديو جيم بلاي عشان الناس اللي حابة تكمل وتشوف برضو الجرافيك في اللعبة نفسه بيبقى عامل ازاي. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. ياريت ما تنسوش اللايك، ولو حد ليه طلبات او اي فيديوهات برضو عن حاجة معينة ممكن يطلب مني، وان شاء الله لو في ايدي اعملها او يعني اقدر اعملها بسرعة مش هتأخر. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Here!